غيب الموت ابن صغرتا الرئيس الأسبق للحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين جبران رئيف العريجي مساء الأربعاء 9 كانون الثاني بعد صراع مع المرض، وسيشيع الأمين الراحل في مأتم في صغرتا الجمعة 11 كانون الثاني الساعة 3 بعد الظهر في كنيسة مار يوسف. عريجي من مواليد 1951، متزوج من زكية حربية ولهما 4 أبناء رئيف، حنان، جنان وسلمى. انتمى إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1970، وعين مديراً لمديرية صغرتا الزاوية عام 1972، وفي العام 1974 عين منفذاً عاماً لمنفذية طرابلس. منح رتبة الأمانة عام 1990، وانتخب عضواً في المجلس الأعلى لدورات عدة منذ العام 1995، وانتخب في عضوية العديد من لجان المجلس الأعلى وصولاً إلى انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى عام 2000. عين عضواً في المكتب السياسي المركزي أكثر من مرة، ومديراً عاماً لمجلة البناء عام 2000، ورشحه الحزب للانتخابات النيابية عن دائرة طرابلس عام 1996. له مجموعة كبيرة من المقالات والمحاضرات، وشارك في العديد من الندوات، ومثل الحزب في مؤتمرات عربية ودولية. نعى الفقيد عدد كبير من الفعاليات السياسية والإعلامية والثقافية، كما نعاه أهالي صغرتا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات نابعة من القلب وموجهة إلى الصديق والجندي المجهول، إلى المتواضع وصاحب القلب الكبير والآدمي. بوفاته خسر لبنان قائداً مناضلاً، وفياً أميناً، مثقفاً وشجاعاً. صغرتا اليوم حزين على الرئيس جبران عريجي الذي كان صغرتوياً حتى العظم، ولبنانياً وطنياً بكل ما للكلمة من معنى.